احتفلت جامعة الشارقة بتخريج الدفعة الثانية من برنامج اللغة العربية والثقافة ضمن إطار برنامج طريق الحريرة المنظم من قبل معهد اللغات في الجامعة بالتعاون مع مكتب العلاقات الدولية للطلاب الصينيين. خلال احتفالية متميزة تتعانق فيها الثقافتان العربية والصينية، شهدت جامعة الشارقة تخريج 30 طالبا وطالبة من الدفعة الثانية لبرنامج طريق الحرير لتعليم اللغة العربية وثقافتها المنظم من معهد اللغات بالتعاون مع مكتب العلاقات الدولية بالجامعة للطلاب الصينيين من جامعتي بكين وجامعة جيجون جونشان للعلوم الصناعية والتجارية. هذا البرنامج مدته عام كامل ويحتوي على 576 ساعة تتوزع على 12 مساقا دراسيا، يدرسه أساتذة متخصصين في مجالات عدة منها اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، التاريخ، السياحة، الترجمة، مجتمع الإمارات، كل ما له علاقة بالثقافة العربية واللغة العربية يدرسه الطالب في هذا البرنامج. هذا البرنامج ما يميزه عن أي برنامج آخر للطلبة الأجانب هو أنه لا يركز فقط على الناحية الأكاديمية، ولكنه يركز أيضا على الأنشطة اللاصفية. وما زاد الحفل بهاء الأنشطة اللاصفية التي أغنت تجارب الطلاب ومهدت الطريق أمامهم لتعميق التفاعل بينهم وبين الحياة الجامعية من خلال تنظيم النادي الصيني ومشاركتهم في عدد من الرحلات العلمية والترفيهية، وهو ما حرصوا على أن يلتقطوه بعدساتهم. ندرس في جامعة الشارقة وندرس في معهد لغات العربية وإنجليزية. الأساتذة يدرسون كثير من المعلومات عن ثقافة وتجارة وصناعة وإلى آخره في الدول العربية خاصة في الإمارات. وثانيا قد لدي تجربة في أبوظبي ودبي والشارقة لأنني أزور كثير من المعالم الثقافية هناك. شكرا لجامعة الشارقة، التقيت بمدرسين رائعين وأصدقائي طيبين في جامعة الشارقة، ولقد وقعت بحب هذه الجامعة أثناء دراسة اللغة العربية والثقافة العربية، وكل شيء في جامعة الشارقة جميل جدا. طريق الحرير برنامج يقدم للطلاب الصينيين فرصة للانغماس في الثقافة العربية وتعزيز التفاعل الثقافي والأكاديمي، مما يعد إنجازاً يستحق الاحتفاء والتقدير. يعكس هذا البرنامج الجهود المستمرة لجامعة الشارقة في تعزيز الثقافة والمعرفة بين الإمارات والصين وتوسيع آفاق الطلاب نحو فهم أعمق للغة العربية. لأخبار دار مهر الكتبي من جامعة الشارقة.